بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية اختر قرينك، اختر صديقك، اختر صديقك. هنطلع الكلمات اللي في الدرس اللي هو عذرا، الكلمات اللي فيها قال لي ايه زي التلفاز تكتبها هنا في الشمس، واللي فيها قال لي قمريه تكتبها فين؟ انا عندي 2 4 5، اللي هيخلص هو وصديقه بسرعه يجي ياخد جايزه. ابدا ابدا، كل واحد يختار صديقه ويجيبه معاه ويجي، لا تضيع الوقت بسرعه. خليك مع سعد يا محمد وخلاص. يلا لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، يلا بسرعة، لسه بيدور على صديقه ويكون الوقت خلص. شوف صديقان متعاونان هم نور ومحمد، بسرعة بسرعة، انت وسعد، انت وسعد، ها اتعاون معايا يا سعد، اتعاون مع زميلك يا سعد، يلا خد منه. يلا عبد الله، من صديقك؟ من صديقك يا عبد الله؟ طيب صديقك مين يا عبد المحسن؟ يلا يلا بسرعة، بصوا مع بعض. معك صديقك اهو صالح، تعاون معاه، تعاون معاه، انت وصالح، انت واحمد، يلا هات صديق، هات لك صديق، يلا كل واحد يجيب صديق، هات لي صديق وتعال. ابحث عن صديق وتعاون مع صديقك وتعال لي عشان تتأكدوا مع بعض. هيا هيا يا محمد، هيا يا نور. ايوه لا، من الدرس، من درس عذرا يا جدي، شفت ازاي؟ عشان انت ما تعاونتش مع صديق. يلا يا طلال، يلا شوف فهد وراهي ممتازين، يلا يلا احمد وصالح، حاكم وبي، زياد قاعد ما اختل الصديق. من صديقك يا صالح؟ يلا بسرعة، طيب بسرعة، صديقك تجلس معه يا عزام، يا عزام يا عزام، اجلس بجوار صديقك. اشوف اشوف اشوف، روح روح له روح له روح له. تلامس السمع ممتاز، المفضل المدرسة 10 من 10، وهنا التلاميذ السماح المفضل لازم اللام تتكتب، المدرسة 10، دول أول صديقاي. خد لك جايزة، خد لك جايزة، خلي بالكم، تعاون راجح وأبي وفاز، شوف الباقي. مو لازم كرسي يا محمد، مو لازم كرسي، خلص حط الكرسي وخلص. يلا الآن كل واحد منكم ياخذ جايزة ويقف هنا. يا ترى من الصديقين التاليين؟ خذ كتابك، خذ كتابك، يلا نشوف. السماح، السماح صح، المعلم لمس قمرية شمسية، المعلم شمسية، المعلم شمسية. انت ومين؟ لسه بيكتب التلفاز، انا قلت كده التلفاز. طيب التلفاز مكتوب، ما ينفع تكتبها تاني، ما ينفع تكتبها تاني. أين صديقك؟ لسه بيكتب؟ عادي فيها قال لي شمسية؟ لازم قال لي شمسية. السماح، السماح ودي؟ السماح. ينفع نكررها؟ لازم كلمة تانية، لازم كلمة تانية. هيا يا أبطال، شوف التلاميذ فين ودي ايه؟ لازم الكلمة كاملة، لازم الكلمة كاملة، ما نص اهي. المدرسة القراءة، التلاميذ السماح 10 من 10، 10 من 10،
خد لك جايزه انت وهو، خد لك جايزه انت وهو. فاز كان صديقك. انت كاتب لي التلميذ، التلميذ غلط، السماح صح، ودي صح ودي صح، بس دي مكتوبه غلط، اسمها التلاميذ. السماح التلفاز، التلفاز مكتوبه يا سعد، مكتوبه التلفاز ما تكرر. تعال هنا، تعال هنا. اللي فاز فيه اختر صديقك أبي وراجع عبد الرحمن اللي كان معاك مين؟ و وعزام دول اللي فازوا. هؤلاء الأصدقاء الأصدقاء. غلط غلط. شكرا. أشوف وريني كده، وريني. اسمها التلاميذ مش التلميذ. اسمها التلاميذ مو التلميذ، كلهم صح ما عدا دي، ما تستحقوا جايزة لأن كتبتوا خطأ، كتبتوا خطأ.